انا اللي قلت بس قلتي لها ميرسي لها بس انا اللي قلت شو بكون اليوم نازلين غزل و ما بدنا شيء منك ما بدنا شيء بدنا هيك بس تكوني مرتاحه حاسك تعبانه بدنا نتسلى بدنا نشتغل لا بدنا نشتغل حاسك مبسوطه مدام انا حاسه بنتسلى بالشغل معك شخصيا وجهك لانه شكله تعبان او زعلان خبرينا شو دايك خبرينا شو دايك انا حدك بدك انا ناخذ قضيه للكوتش او شيء قاعد منيح بس جلسه اجريك بس ما ناخذ عنك اي شيء انا يلا تفضلي خبرينا اجريك ما تهزيها خبرينا لا ما ايش كل شيء ها بلشتوا خبرينا بحياتك شو 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 اللي مزعلك شو اللي مزعلني بس فينا نعرف بس شو اسمك على السرعه كان اللي مزعلك شو اللي جابك مزبوط ولا هون وكيف بلشت موهبتك مع التمثيل هيك بلش هيك السؤال مزبوط من دفتر او شيء ومين اكتشفك مين اكتشفني تعرفت التمثيل واخراج مش بس تمثيل تمثيل واخراج وبعدين تخصصت بالكتابه المسرحيه يعني درست بس بالمدرسه اكتشفت هالموهبه هذا سؤال شايفه انه لازم الواحد يدرس لو عنده موهبه ولا مش شرط بلا اذا بدك اذا اخترت هيدا الطريق ايه افضل يعني بنسبه كم في المية مثلا يعني انا مثلا ادرس مزيكا ولا مثلا افرض انا بدرس حاجه ثانيه مش مهم لا لا اذا بدك يعني تغني وتخلص تفوتي هذا المجال بدك تدرسي موسيقى يعني او فيك تقدمي على السرعه نصحيني اذا طلعت انت الاركتكتشر الانتيريور لا اذا بلشتي حرام يعني اذا بلشت الاركتكتشر قطع سنتان من بعد إيه حرام لا كملي ايكولوجي ميوزيكولوجي كملي حرام مسرح بنسي يعني ما بتنسى اذا فيك تاخذ كور او اثنين مسرح بنفس الوقت كثير منيح يعني ما لازم تنسى بالعكس انت بالذات مش لازم تنسى المسرح بدك تكتب بكتب وبعمل اخراج وبمثل اوقات بمثل بمسرحياتي اوقات ما بمثل هلا عندي مسرحيه عم تنعرض ما عم بمثل فيها هديك السنه واللي قبلها كنت عم مثل بمسرحيتي واضطريت غيب فتره من ستار اكاديمي سافرت وجيت يعني حسب هلا مسرحيتي ما عم بمثل بس سافرت جمعه بس وبعد رجعت البرايمري بعده تتذكر انا بدي اتذكر بدي اسالك سؤال بدي اسالك سؤال كنت تمثلي بمسلسل من زمان مع جابرييل يمين لا مش معنا لا طالبين القرب مثلت حلقه في مسلسل بتعرفي شيء هيدا فرمي ما فرمي كذا هيدا. مش هيدا انت عم تخربط انا مثلت غير مسلسل كمان ضل 3 سنين صراحه كثير قديم لان بس عم جرب اتذكر ضل 3 سنين على الهواء ضل 3 سنين شو هو ثلاث بنات كنت اخذ دور العجقة الشعرة غيره شو بدكم تعرفوا كثير احلى لا شكلكم هيك ما عم بدكم تشتغلوا انا فايته معكم باللعبة انه بدكم تسالوني اسالوا شو حاب تعمل؟ ايد مروان حط تجر عجر حط تجر عجر ايد مروان ايده هيك هي لفت اجر عجر بدها قاعدة وقاعدة على اول كرسي بعدها تخبي اجرها عظيم يلا مين بده يشتغل؟ أنا ونسيم أنا عمل إكزرسيس لا نحن بعدنا عم نشتغل بذات الإكزرسيس اللي هو الكاركترين عكس بعضهم رح فوت رح فوت هيك نضيف مع برشاش سبيرت هون كثير منيح أوكي بعض عن الكرسي على طرفه على طرف هيك بعضه إجري هيك أوكي تجي أنت بصير أنت تحرك شوية كذا بجيبك مثلا مش على فكرة إجا مرتضى حدا المسرحية بس ظهر منه لا اوكي يعني كثير مهز بجد وانا بجمل رفقه بالمسرحيه تبع فانت بتغني مع بكنيكس لك انا لك انا عم بكب على الارض شو هالريحه هاي بعدين انا بخلص صبت وانت بتهرب اوكي يلا خليك لا مش هلا قدام رش سبيريت لا ما هيك لا إنسان منقنف ما عندي أي مشكلة بيكون معه على طول الكول كلينكس ولانجات وجل وديودورام بس برأيي تيكون أحلى ما يفوت أوريدي يعني دايما مجهزهم يعني عندك ساك عندك أي شيء يعني ما لا خلص لا قصدي انه هي على طول بايدي وانا عم رش حوالي لاني مانيف من الدنيا كلها بس مروان عم ترش للبرمجه مروان رح لك شيء في فرق
من ما اعمل يلي انت عملته. شوف في فرق من ما اعمل يلي هلا انا رح اعمل. شلون بتفكريها الفكره؟ انا حطيت هيك لانه اجمالا في كثير صبيان يعني بيحملوا هيدا الباقي. اوكي اوكي فتت انت تشك 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 تشك. لا انت فايت اوفرتي قوم 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 اعرف من حال مدينك تدينك ما فيش ما ممكن يضل الكلينكس المجوي بايدك ولا ممكن يضل اللي وبعدين ما زلنا وقفنا ظهرك ما يكون للببليك. صباح الفل فاضي؟ اه باش تفضل. طيب اوكي نظف بليز شوي نظف. لا لا باشا ما نظيف اهو. انا نظف نظف شوي نظيف يا باشا والله نظف شوي بس مني. ماشي عديني كده بس هل؟ شكرا شكرا نظيف يا باشا شكرا. في احلى من هيك باردون سوري. وين انتوا عند الحلاق؟ طب في احلى معلش لانه سوري. طب اديله فرصه. حلو حلو. لا هيدا شيء معتمد عملته. اه اوكي سوري بس في انت نظيفه ما منظف. تفضل. ماشي حلو احلى. رح اقول لك شغله والغايه وحده يعني انه ما اول شيء اول سؤال بينسال رح العبه معك هلا هيدا بدنا اعمله. اول سؤال بينسال انه ليش ما بيحمل حاله وبفل. ما هو ده انا كنت مستني انه اول سؤال بينسال ليش ما هيدا الشفايت بيحمل حاله وبفل. في يقولوا ما في حدا غيره فايت بهالوقت مضطر يعني قصه وعنده عرس. ايه يعني يا مش هيك سؤالي انه يعني فوتت عليه. قلت لك امشي على طول. ها منيح فاضي. اوكي شكرا. مريض غيرك. اول شيء اول سؤال اوكي حلو. ثانيا جيت بدك تقعد عفواً بس ممكن ننظف شوي. طيب أحلى شيء تعمله بدل ما تقل الأكلت والاستف كتير بشع واحد يفسر يفسر معني. هلأ رح أعمل شيء رح أعمل شيء بستوحى من يلي هو قاله من هو يلي عمله. أوكي بس إنه هاي الحقيقة. أوكي. يلا فوت عليه روح شوف. أوكي. روح شوف أعطيني هل أكيد لا أكيد مش أنت أكيد لا مغص نفس الفوتة؟ يا كنت أقول إنه أنا رجعته ثلاث مرات.
ها فاضي؟ ها؟ طيب ممكن؟ راح بس بليز بس تنظف ال نظيف؟ شوي بس تنظف بس تنظف أهلا أوكي ايوه هولي بده يدقرك عفوا بطلوا ايده ايه ما تخليه يلقط شفتني عم باكل لا 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 ديز مستغسل يدك شفته كيف هو طلع هو طلع ناتشورال يعني نظيفه لا لا بس بليز تغسل يدك بليز جيز Thank you.